مرحبا بالاخوه الاعزاء على قناه ماهر. اول شيء اتمنى ان انت تلاحظ ان انا خسيت بعض الوزن، وهذا فعلا حقيقي. لو اقدر بس اثبت الكاميرا هنا بطريقه هكذا، ما اعرف اذا واضح، بس انا خسيت. هذا شيء انا يسعدني. ثاني شيء احب اقول لكم يا جماعه، انا في منطقه اسمها كوتشوك تشاك مجار، يعني المجر التشوك الصغير، كوتشوك يعني صغير. المهم انت خدها من عندي. وكما تروا معي سناره، وها هو الحبل يمتد لحد ما يوصل هناك في هذه البقعه بالتحديد. خليني اعمل لكم زوم. انا ضاعت علي، تخيلوا وينها، ما شايف شيء، في شيء. المهم عايزين نصطاد سمك. البحر يا جماعه ما معتنين فيه للاسف، كان ممكن يعتنوا فيه افضل شوي، بس احنا في تركيا، يعني لسنا في السويد او في النمسا، فللاسف هذا هو الموجود. الرائحه طبعا ما اقدر اوصفها لكم، لكنها سيئه، ما ريحه بحر، يعني هو ده اللي انا اقدر اقوله حتى تفهموا، ليست رائحه بحر. هتقول لي ما انت في ميناء وفي بتاع، اقول لك لا برضه يعني الماء مفتوح، يعني في ليش يعني، كان المفروض يعتنوا احسن، مع انه شفنا في ناس بينظفوا هناك، بس يعني الله يعينهم على هذا المجهود. يعني لو انت بقى جيت وعايز تقارن، عندك فيديو انا بصطاد فيه في اليوم، راح احطه لكم هنا فوق او هنا، هيطلع الان التايتل، تدوس عليه وتتفرجوا. في الدقيقه رقم 2 تقريبا حبدا اصطاد سمك، يا اما اتفرج عليه كله بصطاد سمك في اليونان. انا الان في تركيا كما تعلم. هل انا ذكرت انا في تركيا؟ انا في تركيا، كوتشوك تشاك مجار جنب اسطنبول، انا في اسطنبول حي او شيء. ما رايكم في هذه التيشيرت؟ اشتريتها من هنا من تركيا ب 10 تركيش ليره. احسب بقى، عندك 10 تركيش ليره يعني 1 يورو. هذه التيشيرت اديداس اصليه، طبعا ليست اصليه بس باينه حلوه الصراحه. طيب يا جماعه، هذا بقى وقت الجد، بقى انتهى بقى اللعب وانتهى المزاح وبدات الرحله تطول. الان وقت الجد. ما رايك في تركيا؟ هل تصلح للسكن؟ هل تصلح للعيش؟ هات الزوجة، هات الأطفال، هات اللي هم عايزين يهاجروا، وقول لهم تعالوا استمعوا إلى ماهر. هقول لكم الخلاصة، الزبد، تعال خد الزبد مني، خلي بس الطيارة هذه تمر. نبدأ بأول شيء، هل الحياة أو المعيشة رخيصة أم لا؟ والإجابة هي نعم ولا. مثلا السكن غالي، هتروح تأجر أوتيل غالي شوية، هتأجر شقة هتلاقي الامور شويه معقده وايضا غاليه. هتعطيني اعطي لك مثل، يعني انا كنت باجر متوسط غرفه واحده في اوتيل، يعني اوتيل متوسط يعني عادي، ما نضيف كتير ولا وسخ كتير، متوسط، بدفع تقريبا 20 يورو في اليوم. هذا بيرتفع الى 35 يورو في اليوم، يصل الى 40 يورو في اليوم، فهذا يعتبر غالي يعني من وجهه نظري. ثاني شيء، الاكل رخيص جدا، تاكل وجبة تأكل كل أصدقائك معك، عائلة خمس أفراد ست أفراد كل ممكن يأكلوا ب 30-40 يورو، رخيص كتير يعني. هتاكل الوجبة الواحدة برجر وبطاطس وكوكولا، ممكن لو أنت رحت في محل مطعم رخيص ممكن تاخدها ب 2 يورو فقط كل هذه الوجبة. أو لو أنت عايز مثلا مكان أرقى شوية تجيب لحمة مسلوقة مقلية مثلا، ممكن تدفع 5 يورو فقط أو 6 يورو. عايز تجيب بيتزا ممكن 4 يورو تأكل 10 أشخاص أو 3 يورو، فالأكل رخيص يعني. هذا شيء جيد في تركيا. أما السكن غالي، وهكذا مواصلات رخيصة، ملابس رخيصة، يعني أنت ميكست، بيقول لك ميكست. ثاني شيء مهم جدا هو المجتمع أو الشعب، هل التعايش معه سهل؟ هل التأقلم في البلد سهل؟ هل الشعب التركي بيرحب بالأجانب؟ للأسف يا جماعة، للأسف كانت الأوضاع أحسن من فترة غير بعيدة، من تقريبا 10 سنوات كانت الأوضاع أفضل. أما بعد وفود اللاجئين من كل بقاع الأرض، أنا ما بحكي عن الإخوة السوريين إلا أنا منهم، أنا بحكي عن كل اللاجئين اللي دخلوا، بعضهم سبب مشاكل، بعضهم سبب أذى للمجتمع التركي بسبب أفعاله أو تصرفاته أو بسبب أي شيء آخر، أو فقط بسبب الأتراك غالبا يعني ما رحبوا بهم او ما قدروا، يعني ما قدروا ترحيب الاتراك بهم، فللاسف اصبحوا الاتراك ما بيحبوا الاجانب. انت حتيجي هنا للاسف راح ينبذوك وراح يطاردوك وراح يعملوك بعنصريه، وخاصه لو عرفوا ان انت سوري، مع احترامي يعني، والله لو عرفوا ان انت سوري هذه اصبحت شتيمه، يقول لك سوري سوري، فانت تقول لهم انا، يعني قول لهم انا مثلا اي جنسيه اخرى تخطر على بالك، ولا تقول لهم سوري، بنغلاديشي، هندي، باكستاني. لو انت بتشبه
تشبه الاندونيسيين قول لهم انا اندونيزي، ولو تشبه اليونانيين قول لهم انا يوناني، بس ما تقول لهم سوري. نصيحتي، وبعض الاخوه كثير علقوا على هذا الشيء، انا ما احب اعيب الاخوه السوريين، انا منهم على فكره، بس للاسف بعض منهم عمل مشاكل وكانوا في الاخبار واشياء هكذا. طبعا ما نعيب فقط جهه واحده، ايضا الاتراك بعض منهم عنصريين، بعض منهم ما يحب يساعد. فللاسف من هذه الناحيه انتبه، تركيا لا ترحب بك اخي. لو تقول لهم انا سويدي ولا الماني ولا بريطاني ولا، يقول لك ويلكم، والله ياخذك بالاحضان بوس. ليه بقى؟ لان التركي عايزك تدي له فلوس. التركي يحب المال، خلينا صريحين، التركي يعبد شيء اسمه المال، يحبه. فلو عرف، لو بس طلعت له اليورو هيك، والله ينزل عليك بوس، ياكلك بايده. وحصلت، ياكلوك بايده، يقطع لك وياكلك، لانه عايزك تدي له البقشيش. طيب النقطة رقم 3، ماذا عن الحريات؟ ماذا عن هل الواحد بيقدر يشعر بالأمان؟ يعني هذا يعتبر جزء آخر، حريات، أمان، الحياة الاجتماعية. صراحة عندك حرية تامة، تطلع عريان، تطلع بشورت، تطلع بنقاب، جلباب، عايز تلبس شورت قصير، شورت طويل، عايز تربي اللحية، عايز تلبس حجاب، عندك حرية تامة. الأتراك ما راح يتدخل فيك، هذا شيء حلو الصراحة في الأتراك، ما بيتدخل فيك. يعني ماشي مع بنت، بتحضن بنت، طبعا زوجتك يعني ما بتحضن، ماشيك مع زوجتك، ما حد بيسألك، تدخل أوتيل معك زوجة، معك، ما حد بيقول لك مين هذه وليش دخلة وبين طالعة، عادي، صديقتي، زوجتي، ما حد بيسأل أصلا. فهذه حرية. ثاني شيء الأمان، حسب، في أمان، بس في نفس الوقت خد بالك من محفظتك، خد بالك من تليفونك. لو ضاع منك تليفونك انسى، لو ضاعك، لو نسيت محفظتك في شي ركن وراجع مثلا تاخده او تسال عنه، لا حيروح. هو اصلا صاحب المحل اللي انت نسيت في شنطتك، هو صاحب المحل حياخده اصلا، حياخده، يقول لك ما وصلني شيء. ما في امان كتير للاسف. سيسالني البعض عن العلاج والصحه في تركيا. الحقيقه ما في شيء بالمجان هنا في تركيا، راح تدفع. أنا رحت على مستشفى، أبغى بعض، أريد بعض الأوراق، للأسف كانت المعاملة نص نص، يعني واحد عمل لي باحتقار، واحد في نقطة مهمة يا جماعة، ما حد بيحكي إنجليزي في هذه البلد، فأنت خد بالك من هذه النقطة. لو بتحكي تركي أنت كأنك أطرش أو أخرس، ما بتعرف تتفاهم. هتقول له يوق بين وجع، ما راح يفهمك. تقول له درسي، تقول له ماي توث ماي ماوث بين، ما راح يفهم. فانت لازم تتعلم تركي غصب عنك. الحقيقة معه حق، يعني يقول لك ليه انا اتعلم انجليزي، ما انت داخل على بلدي لازم تحكي لغتي. ممكن معهم حق، بس في نفس الوقت يعني كلمني كلمة انجليزي مثلا، هلو ما بيفهم، هلو، هاو ماتش ما بيفهم، ووتر ما بيفهم. عجيب، شعب عجيب. المهم خلينا في الصحة يا جماعة، الصحة هتدفع عليها للأسف يعني مبلغ بسيط، 50 يورو مثلا، 100 يورو، حسب اللي انت عايز تعمله. في بعض الدكاترة السوريين الطيبين هنا بيشتغلوا في تركيا، تروح عندهم يعملوا لك سعر خاص، لازم تسأل عنه بقى، تبدأ تعمل معارف. يا جماعة مين بيعرف دكتور كويس سوري، يا جماعة مين بيعرف دكتورة أخصائية كذا كذا، تبدأ بقى تعمل معارف. فانت راح تحتاج إلى تليفونك، وراح تحتاج إلى أصدقائك، لأنه كلنا بيساعد بعضه. وأخيراً أقول لك بقى، هل يا ترى تركيا تصلح للعيش أم لا؟ الحقيقة لو عندك بلد آخر في الليستة تبعتك، في قائمتك، روح لها الأول. ولو ما عندك اختيار آخر، تعال بقى إلى تركيا وتوكل على الله، ابتعد عن العاصمة، روح لك في منطقة هادية أحسن. أعتقد هذه خلاصة الموضوع. كم أعطي تركيا من 10 للعيش؟ أعطيها تقريباً 6. كم أعطي دولة أخرى مثلا للعيش، زي مثلا اليونان؟ ممكن 7. بريطانيا أعطيها 9، ألمانيا 8. لكن هذه حلقة أخرى، أتمنى تكون هذه الحلقة عجبتك. إذا عجبتك اضرب اللايك واعمل زر الاشتراك، ولا تنسى تضغط الجرس، واترك لي طريق أيضا في الأسفل حتى أرد عليك. نراك الحلقة القادمة. معنا هنا صديقنا التركي، تعرفنا عليه طبعا سكران، فبقول له انت محشش ولا شارب؟ فبقول لك انا شارب.